أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. المطبخ بتاعنا النهاردة مطبخ بسيط وسهل ولكن فيه فكر طهوي بمقادير بسيطة وسهلة في متناول الجميع. هنعمل أكلة مشهورة جدا ممكن نقدمها كوجبة فطار، وجبة غدا، وجبة عشاء. البساطة فيها في تقديمها. معانا أكلة اسمها مسخن الدجاج بالسماء ودبس الرمان. الأكلة دي بيرجع جذورها ومنشأها لبلاد الشام، سوريا، لبنان، الدول العربية. مسخن الدجاج مكوناته صدور فراخ أو فراخ صحيحة بتتسحب، بتقدم فيها سماء وزيت زيتون، ولازم يبقى مسخن ده عايم في زيت الزيتون مع خبز الشراك أو خبز السوري اللي احنا عارفينه اللي هو الخبز البر. ده معانا هو ده أساس الأكلة بتاعتنا وما ينفعش يتعمل غير بالعيش ده. حلو الكلام؟ ايه الطبق التاني اللي معانا؟ معانا النهاردة كمان طبق اسمه الحمص الشام بالطحينة. في بعض المطاعم بناكل الحمص الشام وبنشوفه بيبقى لطيف وجميل ونفسنا نروح على البيت نعمله. سعره غالي، سعره في متناول الجميع، ولكن لما تجيب نص كيلو حمص تسليه في النار وتسيبيه لما يستوي جامد وتاخديه تشربي منه شويه حمص مع الكمون مع الفلفل، المشروب بتاعنا الجميل اللي على الكورنيش وبتيجي الناس من اخر بلاد العالم تستمتع بيه، وتقدر تعملي حمص بطحينه، تعملي سلطه. واحنا عارفين ان الحمص غني جدا بالبروتين النباتي ويتصدر القائمه الاولى في انتاج البروتين النباتي، سوري البروتين النباتي، ولطيف وجميل جدا. بس معانا مشكله مع الكولون، إذا نحط عليه كمون في حالة تقديمه علشان نتخلص من مشاكل الكولون. الحلو بتاع النهاردة حلاوة الرز. حلاوة الرز دي بيرجع برضو أصولها للمطبخ الشامي اللي هي رز مسلوق بياخد جبنة موزاريلا ومية زهر وفستق حلبي. الطبق ده بيبقى طبق جميل وجد طبق مميز جدا، ولكن بيتميز كمان في تقديمه حاجة كده بنت عم الرز بلبن بس بالطريقة الشامية. مش عايز اطول حضراتكم، خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير لان بجد الحلقه النهارده فيها شغل كتير وفيها فكر طهوي. ايه رايكم؟ ولكن الميزه ان هي قليله التكلفه الماديه، يعني بتكاليف ماليه قليله جدا. المطبخ هنا مطبخ مميز. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا صدور فراخ، هنعمل أكلة مشهورة ولها طابع خاص في التقديم، ولازم يكون زيت الزيتون يتقدم المرحلة الأولى في إعدادها. معانا صدور فراخ، ممكن نعملها بفراخ سليمة، ممكن مقادير على الشاشة يا أستاذة رحاب بعد إذنك. صدور فراخ، معانا سماء، معانا خبز الشراك أو خبز مرجوج أو خبز صاج، دي المسميات بتاعته عشان اللي بيشتريه من عند بتاع المخبز او من السوبر ماركت معروف بالاسم ده. ومعانا شويه سماء، ده مهم جدا، وبصل وتوم. الاكله دي برضو تتميز بكميه البصل اللي احنا بنضيفها ليها، ولازم البصل يتحمر على النار ويتكرمل بطريقه صح، وانا هبدا بتقطيعه. وطريقه تقطيع البصل للمسخن لها طريقة مميزة، مش أي تقطيع وخلاص علشان نحافظ على شكل البصل في قلب الأكلة. معانا البصل الأحمر ده من خير أرضنا زي الفل، ومعانا دبس الرمان. تعالوا نشوف إزاي هنعمل أكلة مشهورة جدا اسمها مسخن الدجاج. في بعض المطاعم اللبنانية الكبيرة بيقدموها طبق مقبلات، حاجة كده أبيتايزر لطيفة وجميلة، ولكن سعره بيبقى غالي. معانا بصل الشكل ده كده، والبصلات تتقطع كده شرايح، ولازم تكون رؤية جدا عشان ما نحسش بيها واحنا بناكلها في مسخن الدجاج. مسخن الدجاج بيتقدم بطريقتين، نقدر نعمله كده زي البقلاوة، أصابع بيبقى لطيف وجميل وغرقان في زيت الزيتون، ونقدر نعمله في فطيرة طبق كبير نقدم معاه الخبز الشراك حسب ما انت حب. ولكن أيهما أفضل ومعروف إزاي في بعض المطاعم الكبيرة؟ إنه بيتقدم أصابع كده لطيفة جميلة ملفوفة بزيت الزيتون والبصل والدجاج والسماء. بصل كده كمية حلوة، قطع بالشكل ده كده. ما عندناش غير البصل في الأكلة دي، بقية المنيو بتاعنا ما فيهوش بصل ولا توم. معايا طاسة شديدة الحرارة على النار، هنغمر البصل ده بزيت الزيتون
والنعناع. ليه النعناع يا عم الشيف؟ علشان ما نشمش ريحه البصل واحنا بناكل. طاسه شديده الحراره، سامع الصوت الحلو ده فاروق؟ صوت الرز المصري الجميل على النار ده حلاوه الرز. لازم الرز يعجن بجد، لازم الرز يوصل لمرحله ان هو يعجن. بالشكل ده كده، دي حلاوه الرز. هنسيب الرز ده يتهري كانك بتعمل الرز بلبن. هتاخد الشربات، ياخد الشربات بعد شويه، وياخد ميه الزهر، وياخد الجبنه الموزاريلا او الجبنه العكاوي زي ما انت حابه. هنخليه على النار ومن وقت للتاني نقلبه. معايا زيت الزيتون على النار، البصل بتاعنا اللطيف ده كده هنمسكه بالشكل ده كده، نعمل حاجه حلوه مع بعض. كميه بصل حلوه كده، البصل هو بطل الاكله دي. بحط على البصل ده شويه سماق حلوين، بحط كمان يا عم الشيف شويه زيت زيتون. زيت زيتون ازاي وهخش النار؟ هقول لك دلوقتي حالا ليه. دي تركايه، شويه الملح. زيت الزيتون على البصله دي بيساعد على ان انا افككه من بعض. كانك هتعمليه سلطه، سلطه الفتوش اللي احنا عارفينها. زيت زيتون وسماق وشويه ملح. مسكت البصلايه كده فورتها دلعتها. شفت البصلايه اتحولت ازاي لشكل تاني؟ شرايح رفيعه جميله، تقدري تاكلها كده في طبق السلطه تبقى لطيفه وجميله. هاخد البصل ده يا عم الشيف واحطه في النار. الله، دي حاجه جديده دي. خليكي معايا للاخر وشوفي التفاصيل. حلوه، هنسيبه على النار ننساه شويه. ومعانا صدور فراخ، صدور الفراخ هتتقطع بنفس الطريقه ونتبلها بالثوم وعصير الحامض او ملح الليمون. صدور الفراخ اهيت، عايزاه سبايسي بتقطعي معاه فلفل حار حسب الرغبه. هناخد صدور الفراخ دي نقطعها كده، وانت بتقطعيها تحط في الاعتبار كده ايه، ناخد الموزه دي نطلعها على جنب كده. تقدري تجمعي كذا موزه على فكره وتعمليها كريسب كده لاولادك اللي هيعترضوا على اكله المسخن. بتجيبي شويه نشا، بيضه، شويه بقسماط، وتتبلي الموزه دي في قلب التتبيله بالثوم والليمون وتقليها للاولاد اذا انت حابه. مش حابه اولادك هياكلوا المسخن عادي، افرميها دلوقتي زي ما انا هشتغل. صدر الفرخ يتقطع كده، ونفس الطريقه كمان كده كانك هتعملي بيكاتا. ونيجي نقطعه كده. لازم يتقطع رفيع جدا. في بعض المطاعم او المدارس نقول يعني تجيب الفراخ تسلقها وتفصصها، انا مش بحب المدرسه دي. الفراخ هنا ما بتاخدش الطعم بتاع البصل ولا السمان لانها اتسلقت وخلاص. الافضل ايه؟ الافضل اصول الاكله كده. الفراخ تتقطع كده كانك بتقطعها شاورما. نيجي للتاني ده كمان، الصدر ده كده اهو، حلو، نفس الطريقه. وسكينتك تكون حاميه في ايدك، نقطعهم كده برضو نفس الطريقه. حلو، ولازم تكون سكينه المستحد بتاعها او السلاح بتاعها عريض بالشكل ده كده عشان تقدري تتحكمي فيها وتقطعيها زي ما انت عايزه. ممكن نجيب فراخ ونسحبها، نسحبها يعني نخليها، واحنا عملناها مع بعض كذا مره، وعملناها شاورما، وعملناها دجاج مسحب بالثوم والليمون. نفس الطريقه كده اهو، نفس نقطعها رفيعه كده اهو. انا بصراحه يعني مستخسر ان انا الموزه دي اقطعها، ممكن نعملها كريسبي، ممكن نشويها بالثوم والليمون مع الزبده زي ما انت عايزه. تبقى عملت من الفراخ صنفين وانت واقفه في المطبخ.
حلو. البصلايه هنا بتتحمر، شفت الموزه اهي، نمشي على السكينه كده، حته طريه لطيفه وحلوه بتبقى مميزه مع صدر كل فرخه اهو. بتتعمل شاورما بتبقى لطيفه برضو. شفت الفراخ اتقطعت ازاي بالشكل ده كده؟ هو ده تعبت عليها اه، بس لازم تتقطع بالشكل ده، ما ينفعش ان انا كروتها خالص. هتبلها، نبص على البصلية مع بعض، لازم تشرب زيت الزيتون وتتحمر البصلة تديني شقاوتها وطعمتها وحلاوتها. هياخد توم يا شيف، اصبر على رزق، توم ملوش مكان بينا دلوقتي خالص. حلو الكلام؟ طيب تعالوا نتبل الفراخ دي مع بعض، شوية فلفل، شوية ملح. حلو، شوية بابريكا. بيقولوا لي على السوشيال ميديا مغازي ايه قصة البابريكا معاك في الأكل دايما؟ أنا بستلطفها، حاجة لطيفة كده حلوة صديقتي يعني. حلو، شوية زعتر، لأن هي يعني ايه وجودها في وسط التوابل شخصيتها بتبان لوحدها، ملهاش شخصية، عاملة كده زي الايه رفيق البطل في المسلسل أو الفيلم. طيب تبلت كده الفراخ، بحط توم بالشكل ده برضو. حلو، وامسك الفراخ كده، الله اتغير لونها. الفراخ اللي انا قطعتها من شويه بالشكل ده كده اهو، حلو قوي يا عم الشيف، تسلم ايدك. عصره ليمون، لعل وعسى يكون الراجل اللي انا جبته من عنده الفراخ زفره، بس خلي بالك اوعى تغسلي الفراخ بعد ما تقطعيها، صدور الفراخ تتغسل بميه ساقعه عاديه خالص وتنشفيها بمنديل او بفوطه المطبخ وفي الاخر تقطعيها، انما انا اقطع الفراخ زي ما شفنا من شويه واحطها تحت الحنفيه واغسلها، دي اخطاء شائعه في المطبخ انا ما انصحش بيها. هناخد الفراخ زي ما هي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اخبار البصل ايه؟ نبص عليها كده، نقلبها تقليبه قبل ما نعرفها على الفراخ. نعم يا غالي، اه منك يا فاروق، بيقول لي ينفع نعمل مسخن الدجاج باللحمه؟ طب اذا انا بقول مسخن دجاج ازاي بمسخن باللحمه يعني؟ فاش خالص، مفيش حاجة اسمها مسخن باللحمة خالص. اه يعني بيقول نستبدل الفراخ باللحمة، ده موضوع، ده بقى شاورمة لحمة. ناخد الفراخ دي نسقطها كده واسيبها كلها مع بعضها كده وادخلها الفرن بقى اشويها. شفت البصل تحت والفراخ فوق، عشان دلوقتي هدخلها الفرن تتشوي تحت لهب الفرن او الشوايه بتاعه الفرن، وبعد كده لينا حديث معاها تاني. على فكره هي مش هنا وخلاص وخلصت الحدوته، ده لسه لها شغل كبير قوي، عشان كده بقول الحلقه فيها شغل كتير. عينيا اديني هسه زيت زيتون، نغمرها بزيت الزيتون لان انا عايز زيت الزيتون اللي هينزل من نتيجه تسويه الفراخ والبهريز والجوس ده هستخدمه دلوقتي مع لف الايه المسخن. اه زيت زيتون كتير كده، اه هي دي الاكله كده، روحها زيت الزيتون، عشان كده مشهوره جدا في الاردن، مشهوره في فلسطين، طبعا دول شطار جدا في انتاج زيت الزيتون، بنوجه لهم تحيه كبيره. هنفتح الفرن بتاعنا وناخد المسخن ده زي ما هو كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وندخله الفرن. الله عليك يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي؟ ثانيه واحده معاك، ما اقول لك حالا دلوقتي اعملي ازاي كفته السمك بالسمك البلطي بتاعنا. حاضر يا اختي، هتجيب البلطي اللي هو وزنه تقريبا نص كيلو فيما فوق، 600 700 في بلطي، ويتجاب ونخليه كويس. اوعى تقلب بالمعلقه اللي قلبتي بها البصله يا شيف الرز وتغلط. وبعد كده ناخد السمك ده يا ست الكل، شويه رز نطحنهم في الكبه بمناسبة الرز في ايدي اهو، كفتة الرز، كفتة السمك بالرز، وتقلبيه مع السمك مع بصل وتوم وشوية خضرة حلوين من ايدك، كزبرة وبقدونس وشبت، مع خمس ست فصوص توم
بقت عندك عجينة لطيفة وجميلة، بس تطحن الرز الأول وبعدين تقدري تشويها أو تقليها زي ما أنت عايزة، تعملها رز زي البرجر كده أو أصابع، حلو زي ما أنت حابة. هستأذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل، لأن الرز لسه برضو لازم يعجن معايا، لأن لسه هياخد جبنة موزاريلا ولسه هياخد شغل عشان نعمل حلاوة الرز، وهياخد شربات وهياخد مية زهر، ولها تفاصيل كتيرة الأكلة دي لأن أنا بحبها جدا وبهديها لمين يا عم الشيف؟ لحبايب قلبي كبار السن. الأكلة دي سريعة المضغ سريعة الهضم، كمان طعمها حلو قوي، نقدر نتحكم في السكريات بتاعتها بكمية السكر اللي بنحطه أو عسل، ويجعل أيامنا كلها عسل إن شاء الله. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق مقبلات مشهور جدا في المطاعم الشاميه اللبنانيه المصريه، اسمه حمص بطحينه، حمص بزيت الزيتون. طبق الحمص ده سعره برضو بيبقى غالي شويه. هاتي نص كيلو حمص يا امي، انعمي بالليل، غيري ميته لانه غير القمح، احنا لما بننقع القمح ممكن نشرب الميه بتاعته، لها فوائد كتيره سبحان الله. الحمص تغيره ميته وبعدين تحطيه على النار. انا بقى ضد مدرسه نوفر غاز ونوفر كهرباء ونحط بيكربونات صودا علشان الحمص ده يتسلق بسرعه. ليه يا عم الشيف؟ اكله والتانيه ارتجاع مريء. ارتجاع مريء يعني نعمل منظر ونخش في حدوته وحكايه احنا في غنى عنها، لان المطبخ زي ما هو مفتاح السعاده الزوجيه، المطبخ زي ما هو الترابط الاسري بيجي منه، كمان هو بيت الداء. يعني استخدامك للمكونات بتاعتك تبقى لطيفه وجميله ودارسه مطبخ، يعني فاهمه الموضوع مش محتاج دراسه، محتاج ثقافه طهويه شويه. اخواننا بتوع الفول وقدره الفول والحمص لما يجي يسلقوه بيجي يحطوا بيكربونات صوديوم، بدل ما يقعد خمس ست ساعات على النار بيقعد نص ساعه ويفور وخلاص واستوى. البيكربونات بتهري الحاجه، فده غلط. ليه؟ لانها زي ما بتهري الحاجه لما ناكله مع الاكل بتاعنا هيهري الجهاز الهضمي بتاعنا، الكولون بتاعنا، هيجيب لنا ارتجاع مريء. يبقى البني ادم قاعد حد اكل حته كيكه، اكل اي حاجه، يصحى في عز نومه عايز يرجع وعنده مشاكل صحيه مع مرور الوقت ومع مرور التكرار. فما انصحش ناس تماما ولا ابدا ان احنا نحط بيكربونات صوديوم في سلق الفول او الحمص الشام او بعض البقوليات اللي بتحتاج وقت كبير جدا. انا ليه ركزت في الحته ديت؟ لان انا بشوف الكلام ده وبزعل جدا وبلاحظه في طعم الاكل وانا باكل. معانا حمص الشام، معانا الخلاط، معانا طحينه، معانا توم وملح وعصير حامض. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشة. هنوصل الكهرباء للكبة بتاعتي، لأن ده لازم يكون عندك كبة، مش كبة يعني خلاط زي ده كده. علب من مصروف البيت هتجيبيه تحوشيه، وعلى فكرة أنت المستفيدة إنك تحوشي من مصروف البيت تجيبي خلاط حلو، كبة حلوة، مطحنة توم، مطحنة بصل، الحاجات دي بتساعدك وبتفتح لك الشهية في إنك تخش المطبخ تعملي حاجات حلوة. مش تفتح لك الشهية إنك تاكلي، تفتح لك الشهية وتفتح لك نفسك إنك تخش المطبخ تعملي افكار حلوه من اللي بتشوفيها من اللي الشيف بيعملها. الحاجات دي كلها مطلوبه على فكره. نعم يا غالي، الله انت ابن حلال، تعال نبص سوا. وحشتك الفراخ، تعال عينيا. حاضر يا فندم، اجيبها لغايه عندك. ادي الفراخ يا طيب، شوف الحلاوه دي. انا عايز البهريز اللي نازل منها ده، املي ومستقبلي في شويه البهريز اللي نازل منها. صدور الفراخ بعد ما قطعتها حطيتها على وش البصل وسايبهم غرقانين في زيت الزيتون. يلا ندخلها الفرن تاني في نفس المكان. تعالوا نعمل الحمص مع بعض بطحينه. الحمص نوعين، حمص بطحينه وحمص بزيت الزيتون. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني في بعض المطاعم اللي هي تحب ان هي تخدم على شغلها، انا بديكم بقى الايه السورس، التفاصيل، الحاجات اللي هي بقى تبقى قاعده في المطعم كده والمتر او الراجل اللي بيقدم لك الاكل، الراجل المحترم ده او اللي بيجيب لك الاكل يعرف انك انت فاهمه، فلما يفهم انك انت فاهمه هنا بيعمل وقفه مع نفسه ويجيب الاوردر 100 100. حمص بطحينه يتعمل حمص وطحينه مع توم وعصير حامض.
حمص بزيت زيتون بنلغي الطحينه ونحط بداله زيت زيتون وتوم وحامض. شفت الموضوع ازاي؟ بسيط خالص. طب تسمحوا لي احط الحمص كده ونشتغل عشان ده عايز ينتحل شويه؟ حلو الكلام؟ هتشرح لها مين؟ هتقول لي ما تش... هتقول لي ما تتكلمش وصوت الكبه شغال، اشرح ازاي؟ هنقول ده كلام يا فاروق، ده كلام. هنشغل الخلاط اه، واشغله من غير حاضر، واشغله من غير اي حاجه خالص اه، زي ما هو كده اه. نعم ايوه حبيب قلبي، بيقول لي حطيت ميه ليه يا شيف؟ مش اي ميه على فكره، لازم تجيب ميه مثلجه. المحترفين بيحطوا مكعبات تلج، يعني المفروض هنا يتحط مكعبات تلج او ماء مثلج اه، ونفرم تاني. لازم يبقى كريمي، عشان كده صوت الخلاط بعتذر عن صوته آه. بعتذر كمان مرة عن صوت الخلاط، ده لازم يتعمل بالشكل ده كده، وعايز على فكرة كمان خفق كتير يعني، بس أنا عايز أوصل رسالة مهمة جدا. حمص بطحينة دي الطريقة الصح بتاعتنا، حمص يتغسل من بالليل، نص كيلو حمص، على فكرة بعد ما تعمليه كده حطيه في التلاجة وجيبي عبوات بلاستيك صالحة الاستخدام في التلاجة، وحطيه في التلاجة وتحطيه في الفريزر تستخدميهم لمدة أسبوع أو 10 أيام حسب استخدامك، وفرت فلوس كتيرة قوي على فكرة. وعملتيهم في البداية قيمته الغذائية عالية جدا، التوم مفيد، زيت الزيتون اللي فيه مفيد جدا، عصير الحامض فيتامين سي مفيد، الطحينة أوميجا سي، عاود أعد هتخلص الحلقة وأقول لك وقتك خلص يا شيف والوقت يسرقنا. اتكلمي عن فوائد الحمص ده رهيبة جدا. اه. مع سندوتش الفلافل، مع سندوتش الشاورما حكاية.
تسمحوا لي نطلع فاصل صغير على الخلاط بتاعي ما يهدى شويه عشان عايز ارسم لوحه فنيه من الحمص بتاعنا الجميل الحلو ده. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير بعد الفاصل نشوف مسخن الدجاج هنعمله مع بعض ازاي، حلاوه الرز جاهزه ان احنا نقدمها. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع طبق حمص زي اللي بناكله في المطاعم، شكله لطيف وشكله جميل، الجرنش البرزنتيشن مهم جدا، ده لازم الاصول يعني هنا يمر مرحله تبريد لان الحمص هنا سخن والطحينه نزلت عليه، فالمفروض تتحط ببوله او في بايركس ازاز يعني ويتحط في التلاجة ساعة زمن ونقدمه يبقى لطيف وجميل، ده الصح. بس احنا عشان مع حضراتكم على الهوا بنغرفه، بس ده لما يبرد في التلاجة هيديكي شكل هندسي زي ما ترسميه، ترسميه لوحة فنية. انا حطيت زيت زيتون لان ده لازم يتغمر كمان بزيت الزيتون، يعني النهاردة زيت الزيتون هو البطل بتاع المطبخ يعني. من الاخر نجيب البابريكا الحلوة دي كده، او ممكن تجيبي كمون، شفت انا سحبت ايدي دي كده ازاي فركه دي شفت ازاي كده. انت عملت طبق ولادك بيشوفوه بره، اول ما بيقعد حمص طحينه فتوش تبوله الحاجات اللي بنسمع عنها دي، ونلاقي الفاتوره في الاخر سلطات 200 جنيه. ليه يا عم الحاج؟ انت عملت شويه سلطات حكايه، ده بالنعناع وده من غير نعناع. حلو الكلام؟ هطلع المسخن من الفرن عشان يبرد شويه، لان هنلف برده شويه مع بعض اصابع المسخن نطلعه مع بعض جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. الا البهريز اللي موجود مكان تحمير الدجاج. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ بص عليها بالله عليك وتستاهل الدلع. تستاهل الدلع، دلع عالي. فين البصل؟ الله. فين الفراخ؟ سخن الدجاج على اصوله. شفتي؟ الشاورما، قصدي اللحم، الدجاج استوى، بصلات كرملت، زيت الزيتون الحلو ده اللي احنا بعد ما نلف مسخن الدجاج هناخد البهريز ده نشرب بيه مسخن الدجاج. هنلف بقى شويه مع بعض كده، بس انا عايز اوصل لك الفكره. بس الامانه ده برضو المفروض يبرد شويه عشان ده لو نزل على الخبز المرجوج وهو سخن الخبزه مش هتستحمل. فالمفروض انا بتكلم اللي المفروض اللي هو يتم لو انت في المطبخ لحالك بقى مفيش معاك الا مخرج ولا حد هيقول لك فينا وقت قد ايه كذا ويبقى معاك 10 دقايق وفي الاربيز يا شيف خالد انت المملكه بتاعتك ووقتك واعمل اللي انت حباه. ده المفروض يبرد شويه وتميليها كده عشان عايز الزيت ده. انا كله بلعب على شويه الزيت اللي نازلين دول، فيهم طعم الفراخ، فيهم طعم الحاجه الحلوه، فيهم كل حاجه حلوه. ومجهز لهم حاجه كده اهو، شفت ازاي بعمل؟ هو ده دي لازم الحركه دي شفت هي دي ينزل الزيت كده انا عايز الزيت ده بقى. بعد ما بلف مسخن الدجاج تعال نعمل واحده مع بعض سريعا كده بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي هنا كده هنحط شويه دبس الرمان ونخلي شويه نشرب بيهم الخبزه بعد ما نلفها. بس انا لما باجي استخدم العيش ده للامانه يعني اعلمك حاجه حلوه، اطرافها تخينه قوي تلكم، فانا بشيل الاطراف كده مش عايزها. شفت شلتها ازاي؟ عجين ملوش لازمه، هي بتيجي غيه لازم تطلع كده. اصبحت اللقمه معايا زي الفل. شوف هلف ازاي بقى يا ست الكل. بجيب معلقه او شوكتين مع بعض واخد الفراخ دي كده احطها هنا كده، اصابع رفيعه كده جميله لان ده هيخش الفرن تاني يتحمص
إخواننا اللي بيتابعونا في الخليج، في الدول العربية، في الأردن، في فلسطين، لأن الأكلة دي مشهورة عندهم، مسخن الدجاج. ما كل أكلة كده لها جذورها، يعني تبقى طالعة ده المنشأ بتاعها. نعم يا غالي، ممكن بقول لي ممكن نعملها بالعيش الشام ده، سندوتش لفلوفه شاورما كده تاكلها قبل ما تروح على الايه، على التلفزيون. ده لازم عيش صاج، خبز الشراك ده لازم. مشكله لما يكون معايا مخرج شاطر اخراجيا بس يديني فتوى بيقول لي ممكن نعملها بالعيش الشامي. فعش زي ما انا شغال كده. حلو، ونعمل واحد كده ونخليه كده، نعمل واحده كمان مع بعض. لان هنقطعهم كلهم مع بعض كاننا بنعمل بقلاوه محشيه ايه، لوز او فستق، عجينه جلاش وبتتلف كده. تروح عند الجماعه الحلويات تلاقي عامل لك صدر بقلاوه بالشكل ده كده، او جلاش ملفوف يعني. شفت ازاي؟ ناخد فراخ اهي فيها البصل، فيها السماء، فيها دبس الرمان، فيها الطعم، فيها الحب، متبله ولازم تبرد شويه. دي بقى بتتقدم طبق مقبلات مع ايه يا عم الشيف؟ ركزي معايا بقى، مع الحمص ده. يعملها كده، يا سلام. اصابع المسخن بالدجاج، مش معناته بقول اصابع المسخن بالدجاج يعني فينا نعمله لحمه؟ لا. طب فينا نعمله سمك؟ مسخن سمك ينفع. كده. جنب اخوه كمان واحده، هعمل واحده بس كده عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. نيجي برضو نشيل الاطراف كده اهو. العيش ده سعره رخيص يعني في متناول الجميع، بيتباع بالكيلو وبيتباع بالواحده. واشيل الاطراف دي كده، جيب لي الله يرضى عليك. شفت الاطراف دي مهمه جدا، دي لو احنا كلناها خلاص قفلت. خلي بالك نفكها كده تاني. الله، حلو اهو. وناخد فراخ، عشان كده بشيل بالشوكة علشان ما اشيلش ايه سوائل. انا مش عايز سوائل، مش عايز حاجة، عشان كده انا بشيل بالشوكة، ما ينفعش اشيل بالمعلقة لان السائل ده انا هغمره بعد كده فيه. انا بديكي اصول الاكلة، انت بقى بطريقتك يعني، ما بتحبيش الزيت ما تحطيش الزيت، بس برضه هتحس ان مسخن الدجاج زعلان. لا خالص يا استاذ الرحاب، لا خالص يا استاذ الرحاب، ما يتحط طحينه. هقول لك تتاكل ازاي دلوقتي، بيقولوا له في الكنترول ده بقى شاورما، شاورما فراخ بالطحين، مسخن الدجاج هو كده من غير طحينه ومن غير اي حاجه كده. بقوا ثلاثه، انا بنتظر الافيهات دي يعني اعتبر دول خمسه سته سبعه ثمانيه، نلف العيش ده كله مع بعض. بنجيب السطور، الله، ونيجي للطرف الصغير ده انا مش عايزه، نقطع كده. الله، شفتي بقى اللي راح على بيروت واللي راح على الاردن اللي راح على بلاد الشام هيلاقي الطبق ده طبق مقبلات سعره غالي جدا لان جواه خبره طهويه. هنجيب صينيه، بسم الله، زي دي كده، حلو قوي، ونحط فيها ورقه زبده حلوه ندلعها. الفكره كلها انا عايز اوصل لك الفكره، وانا واثق انك انت هتعمليها احسن مني لان الاكل هتعجبك وتجديد. هي مكوناتها بصل من خير ارضنا، واحنا مصدر غني جدا للبصل الاحمر والابيض، وصدور فراخ وشويه حب. هناخد اللي احنا قطعناه ده كده نحطه كده اهو. الفكرة وصلت اهو، مخرجنا الجميل ساعدني الله يبارك لك اهو. احنا اتفقنا ان احنا لو معانا وقت هنملى الصينية دي، ركزي بقى اهو زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ من البهريز ده كده، الله عليك يا عم الشيف، الله عليك لما تشتغل بمزاج. وناخد من البهريز ده اهو، يا ويلي يا ويلي، حد بيعمل كده؟ ولا مطعم هيعملوا لك كده ابدا ابدا. وندخلها الفرن، معانا وقت ندخلها الفرن تتحمص دي يا شباب، والله العظيم هدعي لكم.
يعني احنا ونصيبنا، احنا هندخلها الفرن على ما نغرف حلاوه الرز. حلاوه الرز جاهزه للغرف. اه ده لازم تخش الفرن تتحمص كانك بتاكل بقلاوه. اه يلا بينا، يلا بينا. اه في الفرن مسخن الدجاج عشان اخواتنا اللي بيشوفونا. اه اتحمر يا حلو. يلا نعمل ايه؟ نغرف المسخن ده كده بقى. دي طريقه تانيه، طريقه للي حابب ياكله كده. نعم يا غالي. اه حاضر عينيا. اللي مش عايز بقى الموضوع الغلبة اللي أنا شفتها دلوقتي، بجيب اللقمة الحلوة دي كده. أيوة الله عليك. ناخد الفراخ دي كده، شفت الشقاوة دي كده اهو. نعم يا غالي. ممكن مع رز بشعرية يا عم الحاجة. بوس إيدك، دي ملهاش دعوة بالرز بالشعرية، دي رز أبيض تقدم معاه. فكرة حلوة، اللي حابب ياكله مع الرز الابيض. اه بس مش رز بشعريه. رز بشعريه ده عايز شويه ملوخيه كده حلوين من ايدك الحلوه. شفت دي طريقه تانية. حلو الكلام. هعمل ايه؟ اجيب اللقمه دي كده واعملها كده كده واحطها هنا كده، واجيب اللقمه دي كده. طريقتين اهوت للتقديم. اه واعملها كده واحطها كده. شفت؟ واخد البهريز ده كده يا عم الشيف واسقطه كده على العيش. دي طريقه تانية. الف هنا وشفا للي ياكل. سخن الدجاج بطريقتين مختلفين، بس ايهما افضل وايهما متعارف عليه وايهما لو رحنا اي مطعم من المطاعم العالميه الكبيره نلاقيه موجود؟ اللي في الفرن. حطه فين يا فندم؟ اه حاضر هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مكانه. نروق الدنيا بقى لحلاوة الجبنة بسرعة في عجالة. حلاوة الجبنة معانا، الرز مستوي على النار، معانا موزاريلا، معانا فستق حلبي، معانا شربات، معانا مية زهر، كل دول هتحطوا على التوالي في قلب الحلة اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا شغالين مع بعض كده، ادي مية الزهر بحطها على الرز والنار بتاعتي شغالة. مية زهر اهيت، دي مية زهر. حلو، معايا شربات، يا شربات أو عسل، عود قرفة حلو معايا. حلو، وأقلب بمعلقة مع الدتش اللي على بصل وعلى العتوم زي دي كده. حاضر، حلاوة الرز على الشاشة، مقادير على الشاشة. حطيت الشربات، حطيت مية الزهر. الشربات ممكن تستبدله مكانه سكر زي ما انت حابه. مقادير على الشاشه. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ شويه دبس الرمان كده على المسخن. انا من الناس اللي احب اقدم الشغله كده على اصولها. شفتي دبس الرمان نزل على الفراخ؟ حولها، وعلى الخبزه دي هتاكليها وتسيب الفراخ. الف هنا وشفا. شفنا المقادير اشتغل يا شباب. حاضر، نقلب كده بالمعلقه بتاعتنا. الله، الشرباطة مع مية الزهر، الرز اتحول. اه خلي بالك ده، اوعي يعني يشيط منك، كل ده هيبوظ، ملوش علاج ده بقى خلاص. الرز بالذات. اه اقلب كده معايا الموزاريلا، بديل لها العكاوي اللي بنعملها مع الكنافة، واقلب بالراحة خالص لغايه لما الجبنه تسيح. ممكن اقدم على العين دي كده تبقى قريبه ليا. دي عايزه بقى شويه هدوء كده وروقان، نار هاديه. الحلوه دي مشهور بيها المطبخ التركي، المطبخ السوري، المطبخ اللبناني. اه شفت الجبنه الموزاريلا تنزل على الحلاوه على الرز، هو عشان كده سموها حلاوه الرز، حلاوة روح. اه زي الفل، فيها طعم مية الزهر، فيها الموزاريلا بديل ليها العكاوي. ولازم تاخد الموزاريلا دي تحطيها في ماء بارد عشان تتخلصي من الملوحة بتاعتها، ما تفتحيش الكيس وتاخد الجبنة على طول. عشان كده تلاحظ ان الجبنة نازلة معايا كور كور، هتحطت في مية واخلص من الملح الزيادة اللي فيها. اه تاكلي منها بقى تستطعمي ايه؟
في استطعام الشربات او العسل، في استطعام ميه الزهر، في استطعام الجبنه الموزاريلا. تعالوا نغرفها مع بعض ونزينها بفستق حلبي عشان انا وقتي خلص وشكلي هنضرب. الطبق الحلو ده كده. نعم هطلعه لك دلوقتي المسخن. حاضر. انت عايز تاكل اللي في الفرن انا عارف، هما دول بتوعي وبتوعك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. حلاوه الرز. عود القرفه ده عايزه انا. الله، شويه رز، كوبايتين رز ولا كوبايه رز تقريبا تكفي العيله. ويا سلام لو الطبق كده عملتيه ورحت للجيران الحبايب. ست ام محمد صباح الخير، انا شفت الشيف المغازي النهارده على القناه الاولى جاب يا اخت كوبايه رز وعمل منها صينيه قد كده وحط منها شربات اللي بتحطها على الكنافه عارفاه. وحط فيها شويه ميه زهر اللي احنا جايبينها بنعملها كده الريحه الحلوه. وعمل حله حلاوه الرز. قيمه غذائيه عاليه جدا. استبدلي الشربات بعسل اهو. اخواننا طبعا اللي بيتابعونا برضو في الخليج، الشربات اللي هو السيرب او القطر. فستق الحلبي اخباره ايه؟ اهو مطبخنا على شاشه القناه الاولى، تفاصيله صغيره ولكن بطعم جديد وشكل جديد وبطريقه سهله وبسيطه تقدر تخش كل المطابخ تعملي اشهر الاكلات والحلويات. نعم يا فندم. حاضر يا غالي. مش بقول لكم انا المخرج منشن على اللي في الفرن اهو، مع ان انا عايزه ينساه. بسم الله. حاضر يا فندم. والله انتوا النهارده كرمه معايا والله، تستاهلوا بعد ما نخلص. لا بجد بجد، مرزه اهو. شوف المسخن بقى ده الصح اهو. شفت تقمر ازاي وتحمر ازاي؟ ها هو ده بقى. لا مش ده، جيب ده. هو ده يا اخوانا، يا حبايبي يا حلوين. حلو قوي. نعم يا برنس عينيا، انا هغرفولك دلوقتي بالطريقه اللي انت عايزها. استنى عليا بالله عليك. الله الله. شفت الجمال؟ شفت الدلع؟ لسه هدلعك انا بالله عليك. بعد ما تخلص الحلقه انزل لي هنا وخلي بالك من صوابعك، عدهم قبل ما تنزل. حاضر حاضر. والله معلش يا استاذ رحاب، انت حبيبتي. الست الطيبه دي بتشتغل من قلبها. تعالوا نقدم الطبق ده كده. الله، ده عدل. وايه اللي هعمله دلوقتي؟ فين دبس الرمان؟ هو ده. يلا جيب اللحظه دي، اللحظات الجميله ما تتعوضش. هو ده، هو سخن. لازم يشرب دبس الرمان. اوعى تحط حاجه تانية غير عدني انا اخضر. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، ابداع طهوي فني، رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.